نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصغير هذا اليوم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصغير حيث كان في استقبالهم سعادة رئيس المراسم الملكية. سفير جمهورية مقدونيا الشمالية. سفير جمهورية أوغندا. سفير جمهورية تشيلي. سفير جمهورية رومانيا. سفير أوكرانيا. سفير جمهورية ملاوي.
سفير مملكة لوسيتو. سفير جمهورية غواتيمالا. سفير جمهورية سلوفينيا. سفير جمهورية بيرو. سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية. سفير جمهورية مالي. سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. سفير جمهورية البرتغال. سفير جمهورية بروندي. سفير مملكة تونغا. سفير جمهورية نيكاراغوا. سفير مملكة كمبوديا. وقد نقل سموه حفظه الله للسفراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لرؤساء دولهم، وتمنيات جلالته للسفراء بالتوفيق في مهام عملهم الدبلوماسي بما ينمي ويعزز التعاون بين مملكة البحرين ودولهم، وتمنياته لدولهم
بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما نقل السفراء تحيات وتقدير رؤساء دولهم إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخلص تمنياتهم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين في شتى المجالات، فيما أبلغهم سموه نقل تحياته إلى رؤساء دولهم. وتبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية، مشيدا سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين مع دولهم الصديقة وما تشهده من تقدم ونماء مستمر على كافة الصعد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية بما يعزز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين ويحقق الأهداف المشتركة. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة البناء على ما تحقق والدفع بمسارات التعاون الثنائي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير والنماء على الجميع. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وسعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. حرس الشرف، سلام الملك البحريني، سلام.